فضلاً وليس أمراً ادعمونا بلايك للفيديو. As equipes vêm pro gramado. O Atlético de Madrid, que venceu duas vezes a Supercopa da Espanha em 1985 e em 2014. O Barcelona é o maior vencedor dessa competição, com 13 títulos até aqui. A hashtag Supercopa na ESPN é o caminho para você mandar para cá o seu recado, fazer com a gente a transmissão via Twitter, com seu palpite, com a sua torcida, com a sua pergunta para o Paulo Calçade, que é o comentarista dos canais ESPN, que me acompanha aqui nessa transmissão. E a impressão inicial é de um estádio um pouco mais cheio em relação... São 8 empates e 14 derrotas. Estou falando... Tirou. Thomas Partey, o torcedor pede o chute, vem a pancada, Neto! Vai bem o goleiro brasileiro. Vem a inversão para o Sérgio Roberto, dentro da grande área. Olha o Vidal, pega de primeira e manda à esquerda. Movimentos do Atlético. No Atlético tem no lado esquerdo o Lodi. A parte de cima do vídeo. Olha o esticão para o Messi, a bola bateu nele. Felipe vem para a dividida, o Messi pede toque de mão. Renan Lodi tira dali. Da Alba por dentro pro Messi, com algum espaço ele tenta avançar, tabelinha com o Alba, ainda o Messi, olha o tiro, cruzado, salva o Black, a bola tá viva, parte e tira dali, chega com perigo o Barcelona, um metro de espaço, não metro nada, dois palmos de espaço pro Messi, Messi arranca com... حقيقية لبرشلونة كل الكرات تقريبا تضيع في سيرجي ميسي يلعب حلوة لجريزمان لكن يقرأها دفاع خلصها الدفاع من قدمه بعد ذلك لسيرجي تغطية والتدخل وبعد ذلك خاطئة من أوبلاك يمدى حارس المرمى وبعدها في الأخير حكم اللقاء أشار إلى وجود خطأ على سواريز احذروا سواريز فلا زال جائعا احذر سواريز لم يشبع بعد احذر سواريز يسجل في كل الأماكن احذر سواريز ضحية كل الأندية احذر سواريز يسجل ويصنع بكيفية رائعة جدا احذروا من سواريز لأنه يبقى غدار بأتم معنى الكلمة المكر والغدر الكروي يتمحور حول هذا الشخص على حول رقم ميسي يبحث عن الكرة العرضية لكنها بعيدة عن أرتورو سهلة لي إن شاء الله لميسي قلتها قبل سنوات تصاب قدم ميسي تتكو كرة طويلة محاولة باتجاه ليو تغطية وتدخل وبعد ذلك حكم اللقاء عيش من هؤلاء وغيرهم مئات المرات ضحايا لنجرو فيدال كرة عرضية من فيدال وبعد أوبلاك في اللحظة الأخيرة يا زال وانتو تمر وكرة بيصي دقائق الماضية تقريبا بالقليل من الفرص الحقيقية ميسي يبحث عن عرضية فعلا كرة تصل غريزمان عداها حرك بجانبي ميسي دخل منطقة الجزاء يحاول لكنها طالت عليه وبعد ذلك تحولت إلى سيرجي بكرة لكنها تبعد بجانب توماس واضحة محاولة باتجاه فيدال تصل غريزمان تسديدة صدمت في الدفاع تريبير عرضية خطيرة لكنها عدت مرت وفي الأخير أمام أكثر من لاعب ميسي عدى ولكن كرة جاءت بعيدة وفي الأخير إلى ضربة مرمى توقيت حاسم تصل إلى جواو فيليكس يكسب خطأ على أرتورو خطأ على أول تعود مرة أخرى لأرتورو طويلة للأمام لكنها أقرب لأوبلاك توقيت والله عدى هذه كرة على الجهة اليسار محاولة لكن تغطية من بيكي الدفاع بتهور وإنذار على بيكي نعم انذار على بيكي في اللقطة الماضية تدخل كان بشوية تهور من جيرارد بيكي شوفها في اللقطة الاندفاع اللي كان على المدافع الأيسر لودي جدد دماء الفريق الزميوني ببعض الانتدابات المهمة لم يعد هنالك هيكتور على تنفيذ الكرة يلعبها خطيرة الله صليتو يبعدها هذه عادة الكرة التي خلصها أوبلاك ثاني مرة ميسي يحاول تدخل قوي بعد ذلك أمام ليو وفي واحدة كلين شيت كرة عرضية فرصة بالراس يا إلهي فيدال يلعب الكرة العرضية جميلة وكرة لكن فيها تغطية في اللحظة الأخيرة غريزمان على تنفيذها كرة عرضية محاولة بالراس وبعد من جانب الدفاع وتمريرة بعد ذلك لميسي حلوة لفيدال وفيدال بكرة عرضية دفاع تدخل سيرجي اخطر سيرجي عرضية خطيرة دفاع تدخل الضغط لكرة لسيرجي كرة عرضية داخل منطقة دفاع دفاعية والاعتماد اكثر على المرتدات تريبير وارتورو قادمة في الطريق كرة لسواريز لكن ليو بلاك حلوة اللقطة ميسي يلعب لسواريز غريزمان انتظار لمسة لغريزمان والكرة وبلاك خلصها
بدون نجاح ماذا عن هذه كرة عرضية للقائم الأول، لكنها تبعد بعد غوارديولا مع البارسا وبعد ذلك لبعض الفترات بالنسبة لريكي اللي فاز بخمس. واو فيليكس آخر، لكن وصلت لساول يبحث عن راسي موراتا. فيدال كومادريد النتيجة متعادلة، كرة عرضية محاولة بعيدة جدا في الأخير تنتهي إلى كرام معلنة نهاية شوط المباراة الأول بهذه الوضعية بهذا التعادل بين الفريقين صفر مقابل صفر وتعادل النتيجة، لكن الإثارة موجودة في هذا الشوط الأول وننتظرها أيضا بشكل أكبر في شوط المباراة الثاني من أحداث هذا اللقاء. ينتهي الشوط الأول بصفر صفر، لكن تبدأ مع نهاية معركة بين اللاعبين على أرضية الملعب. لا ربما ننتظر حتى إنذارات في تمريرة حلوة لمصلحة كوريا بايريا وكوكي ضربة كوكي في توقيت مبكر بداية شوط ثاني ناريا ياتشولو. والله وفعلها أتلتيكو مدريد يا جواو فيليكس يا تمريرة يا انطلاقة يا كوكي ونهاية رائعة رائعة للروكي بلانكوس نهاية رائعة للروكي بلانكوس. يا لها من تمريرة من هذا كوريا. وين كوكي وين كوكي عطى في الشباك هدف أول لمصلحة أتلتيكو مدريد. الضربة اللي انتظرناها لبرشلونة لم تأتي للبارسا، كانت في شباك البارسا بقدم كوكي مع أول لمسة مع أول لمسة لدى الراس. لمن 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 من غير ميسي؟ نعم 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 من غير ميسي؟ ميسي لديكم لا خوف عليكم يا بارسا يا بارسا يا بارسا ميسي لديكم لا خوف عليكم. أي دفاع أمام ميسي الضربة الرائعة اليوم في زاوية قاتلة وصعبة خذها يا أوبلاك. خذ بارسا ميسي يلعب كرة عرضية باتجاه سواريز لكنها أقرب لأوبلاك ثم بعد ذلك اليوم 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 الله يا ميسي يا الله يا اليوم يا روعة 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 يا ميسي روعة. مهارة أي كنترول لمسة يد على ميسي إشارة من إشارة تحرك سريع من جانب سواريز وسواريز بالراس وكرة الله يا غريزمان الثاني لبرشلونة. نعم نعم روعة من جوردي ألبا في العرضية روعة من جانب سواريز رغم تألق أوبلاك. سحرك يا غريزمان سحرك يا غريزمان سحرك يا بارسا سحرك يا بارسا عربي رايع قابلها بروس روعة من أوبلاك لكن غريزمان هو اللي خلصها من شباك أتلتيكو. البارسا يقلب الموازين ويقلب الطاولة وينتظر بعد ذلك مزيد من الدقائق في مباراة الليل. موراتا وليتو موراتا كل شيء بعد فسيميوني لا زال موجود لم ينتهي كل شيء بعد فأتلتيكو لا زال حي. التعادل للروخي بلاكوس من علامة الجزائر موراتا موراتا يسجل هدف التعادل لأتلتيكو يذهب بنا إلى متعة أكبر وإلى جنون أكثر وإلى شغف أكبر وأكبر وأكبر في ليلة دفاع كوريا 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 وكرة 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 قلبوها فعلوها سجلوها عادوا من بعيد عادوا من بعيد لشجاعتهم يا لشجاعتهم يا لقوتهم يا لشخصيتهم يا لروعتهم يا لعودتهم. يا لها من كورة يا سيميوني يا لها
فضلا وليس أمرا. ادعمونا بلايك للفيديو